وأنا على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار، ولذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد، ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله تعالى. من خلال عملية ديمقراطية، انتبهوا رجاء، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولا، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي. نعم، لست طالبا لسلطة ولا عندي مغنم شخصي لي أو لمن يلوذ بي، ولا أنا طالب لإراقة الدماء، لكني وفي شهر الإصلاح أطلب الإصلاح، عسى أن يكون ذلك بابا للتوفيق. وعلى كل محبي الوطن وعاشوراء الإصلاح أن يسيروا نحو الإصلاح، والله ولي التوفيق.